نشرح تاب برامج اللي في شابتر 9، تمام؟ سكوير روت اوف ان انتجر، ازاي تستخدم الدوال. اول حاجه، بما انك هتستخدم دوال، تمام، يبقى هتحط احنا متعودين ان احنا نقول هاش include studio input output either، ده في كل برامج. لما تستخدم بقى حاجه فيها دوال زي square root of x، لازم تحط include math to the h، يعني هو هيجيب الدوال دي ويتعامل معاها من مكتبة اسمها math.h. تمام، انت كتبت الدالة الرئيسية بتاعتنا وحجزت متغيرين في الذاكرة، سجلت المتغير x قيمته 9 و y هتطبق عليه قاعدة. ايه القاعدة هتطبقها في y؟ ان y دي تطلع الخارجة مثلا square root of x، ان y هو خارج هو جذر التربيع لقيمة x، ده معنى كود الجذر التربيع لقيمة x. فطبعا في الرياضة احنا عارفين الجذر التربيع 9 و3، تمام. وطبعا print f the square root percent ده عشان رقم integer، وهيطلع لك اللي هو الرقم 9 بتاع ال x، وال y اللي هو ال square root طبعا اللي هو رقم 3، تمام. طبق كده البرنامج، قالك the square root of 9 is 3. لو حطيت مثلا رقم وليكن 16 يبقى 4، تمام، وهكذا. طب ده رقم ثابت ما بيتغيرش، افرض انا عايز الرقم ده يحطه المستخدم، مش عايز انا اللي احطه، وده ممكن تيجي البرنامج في امتحان، هو نفس البرنامج بس خليه يحطه المستخدم. خلاص نستخدم قاعدة ايه، scan f، scan f percent دي، تمام، كاما، لازم تحط العلامة دي مهمة جدا، من غيرها الدالة دي متشتغلش، تمام. هتدوس هيفتح لك الشاشة، تمام. ايه انت بقى طبعا اي رقم هتحطه هيحط لك جذر، هيجي لك جذر، تمام، مثلا 9 3، ويقفل البرنامج. مثلا 16 4، ويقفل البرنامج مثلا، وهكذا. طب حطيت -1، هو ما بيفهمش رياضة، احنا عارفين ان -1 دي ما جذر تخيلي، فهو الكود يعني مش معقد لدرجة ان هو يجيب لك الجذر التخيلي، تمام. هو بدل حاجة هو مش فاهمها يجيب لك اي ارقام وخلاص. لكن طبعا احنا ممكن نستخدم قواعد اف، لو الرقم ده نحط قوانين الرياضة بقى، ولو الجذر ده مثلا -1 تحت الجذر مثلا، ممكن يطلع رسالة واقول له ان الرقم ده رقم غلط او imaginary، تمام. كل حاجة دي ممكنة، لكن هو الكود بيجي بالصيغة دي، مفهوش لف ودوران يعني، تمام. هو ممكن اللي يتغير فيه بدل ما هو قيمة ثابتة يبقى scan f، المستخدم يعني يحطها من عنده، قيمة بتاعت x يحطها من عنده. لكن في معظم الحالات الكود بيبقى بسيط يعني، مفهوش اي تعقيدات. طيب ده كود نمبر 91. الكود اللي بعده هو ازاي تستخدم قاعدة الباور الأس. احنا عارفين مثلا في مثلا منقول 3 أس 2، دي معناها كام؟ يعني معناها 3 في 3 يعني 9، تمام. انا عايز بقى احط قاعدة 3 أس 2 دي في البرنامج، يعني اقول مثلا اكس أس ان، هحطها ازاي جوه البرنامج؟ دي بيستخدم قاعدة اسمها الباور، بيستخدم قاعدة اسمها ايه؟ الباور، يحط قوسين كده، اول رقم هيحطه هنا هو الاساس اكس، وتاني حد هيحطه هنا هو الاساس هو الاس ان. يعني مثلا قلت باور مثلا 2 علامة 3، هو هيفهمها ايه؟ هيفهمها 2 أس 3 تساوي 9، يبقى الصيغة دي تكافئ الصيغة دي، تمام. تعال نشوف كده البرنامج مع بعض. هو هنا انتجر x y و z، قالك ان ال x ب4 وال y ب3 وال z ده المكان اللي هيطلع الخارج. ايه الخارج بقى او ايه العملية اللي ينفذها ال z؟ العملية اللي ينفذها ال z اللي هو هيحط ال x هنا كأساس وال y كأس. طب ايه الأساس؟ يعني هيحط 4 في x ويحط الأس 3، يعني الرقم هيبقى 4 أس ايه؟ 3، ده معنى الكود. فما يطبق فعلا 4 أس 3 بكام؟ 64، ماشي. طب دي أرقام ثابتة
يعني المستخدم هو حطها. نفس الفكرة، عايز تستخدم برضو أرقام، دي أرقام ثابتة. طب لو عايز المستخدم هو اللي يحط القيمة، تمام، هتستخدم سكان اف. هتستخدم سكان اف وتقول له دخل قيمة اكس، وتقول تاني سكان اف تمام حط قيمة واي، مفيش أي مشكلة. وهو زد هيطلع لك الباور بتاع العملية. مثلا ولنفترض إن أنا عايز مثلا أعمل الآتي، أنا عايز مثلا أقول 2 أس 4، يعني أحجز أخلي الإكس باتنين تمام، وأخلي الباور اللي هو واي، واي بيساوي 4 مثلا يعني، وأقول إن الزد دي بتساوي 2 أس 4 اللي هي بتساوي باور الاتنين اللي هي رقم اكس، و 4 أس 4 اللي هي رقم واي. بالتالي دي معناها 2 أس 4 دي الاتنين دي الأربعة، تمام. بس هنا أي يعني بدل ما البرنامج يبقى ثابت، لا أنا أخلي المستخدم يحط الرقم دي بمزاجه. أقول مثلا 2 أس كام أس 4، تقول لك 2 أس 4 ب16، أن 4 في 4 بكام ب16. أقول مثلا إيه 3 وأدوس إنتر، أدخل الرقم التاني الأس يعني 2 يبقى 9. عايز مثلا أقول الأساس كام، وليكن 10، أس كام، أس 2 يبقى 100، وهكذا. دي قاعدة الباور، دي قاعدة الباور باستخدام أرقام ثابتة وباستخدام دالة إسكان، تمام. تمام. البرنامج الأخير في شابتر 9 هو نفس الفكرة، بيقول لك area and circumference of circle، area and circumference of circle، مساحة ومحيط إيه الدايرة، تمام. بيقول لك integer r radius اللي هو نص القطر، و a اللي هو الاريا، و c اللي هو circumference. برنت اظهر على المستخدم على الشاشة ان هو تظهر له، يقول له enter radius of the circle، يعني يطلع له رسالة على الشاشة تقول له اكتب، تمام. انت بتأمر المستخدم تقول له اكتب نصف القطر بتاع الايه الدايرة، فهو بدأ يبقى بأن المستخدم هيكتب هيستخدم قاعدة ايه scan f percent d ويحط القيمة في r وعليه. بعد كده انت دي قاعدة بتطبقها، قاعدة بتطبق أي ثابت، أي أرقام هي ثوابت في البرنامج، فممكن تحطها كقاعدة بدل ما تقول هو ما بيفهمش حاجة اسمها باي إيه، لكن هو يفهم 22/7 كرياضة، ما يفهمش هو كلمة باي اللي هي الرموز ودي يعني، ماشي، يفهم أرقام وحروف بسيطة. لما تقول له circumference يعني المحيط، فبتقول له 2 باي r، يعني 2 في 22/7 في إيه في نص القطر. دي قاعدة كده هيطبقها، يعني انت اول ما تحط ال r هيحط قيمتها هنا ويطبق المعادلة دي، بعد كده هيحط قيمتها هنا ويطبق المعادلة ايه دي. اما بقى الارقام دي كلها ثوابت مش تفرق معاه، هيطبقها بكل بساطة بكل سهولة. يبقى 22/7 في باور، باور الاساس كام r، اس كام 2، دي قاعدة باور r. طبعا احنا هيدخلها المستخدم، لو دخلها باتنين مثلا تبقى 2 أس 2 ب4، وأربعة في إيه؟ في 22/7، ويطلع لك الخارج بتاع المحيط، محيط الدايرة، ويطلع الخارج الإيه؟ مساحة الدايرة، تمام. تعال نطبق البرنامج ده، أهو أنت بتقول له اكتب الريدس بتاع الدايرة، وليكن مثلا نخلي رقم باتنين، قال لك الـ circumference 12 والأريا 12. حط كده 2 في السيركمفيرنس، هتلاقي 2 في 22/7 في 2 هيطلع لك كام؟ هيطلع لك 12، تمام، هيطلع لك 12. قول مثلا حط هنا الاريا المساحة، هتقول 3 14، ده كأنه كسر، تمام. في الباور 2 أس 2 ب4 هيطلع لك 12 برضو. ملحوظة بقى، الكسر اللي هو 56 ما ظهرش ليه؟ علشان انت حجزت الارقام اللي هيتعامل معها البرنامج انتجر، ارقام صحيحة اي ليس بها كسر. يعني لو عايز تخلي الكسر ده يظهر
ممكن تحجزها بفلوت او تحجزها بدبل. تمام، دوس كده، حط 2، هيظهر لك circumference on 0 0. hold on 0 and 0. ثانية، شفت بقى الغلطة في ايه؟ ان انا في قلت scan if انا حجزت المتغير r ده اللي هيحطه المستخدم يحطه صحيح، فاستخدمت البرسنت دي، لا خليها برسنت اف عشان يظهر خارج ايه، فلوت كسر يعني. وفي نفس برضو في النواتج خليها برسنت اف، وهنا برسنت اف كده المفروض ان هو يظهر الرقم الكسري كدخل وكايه كخارج. تعالى كده نشوف مع بعض، حط 2، فعلا ظهر ال 12 والباقي كسور فلوت. لو حجزتها دبل قلت 2، ثانية واحدة، هو الدبل بيبقى ليه برضو سيرتيفايد معين. بيبقى ليه سيرت زي نوع من التعريف، بس خلينا احنا في الحاجات البسيطة دلوقتي، لا الانتجر او الفلوت. الانتجر هتخلي البرنامج الاعداد، طالما هو عايز برنامج، هو مش بيقول لك اعمله انتجر ولا فلوت ولا دبل، يعني البرنامج بسيط، انتجر صحيح. فأنا تمام، فهنتعامل مع برسنت دي، وهنتعامل هنا مع برسنت دي اللي هو انتجر يعني، مع برسنت دي، فالارقام اللي تطلع ارقام صحيحه وهو يهمل الكسر اوتوماتيك. تمام، radius 2 يطلع 12 بدون كسر. تمام، وهو ده فكره الثلاث برامج بتوع شابتر 9 في ماده البرمجه. شكرا.